الشباب بعرف ناس كثير وايد في الصبح. في الشباب بعرف ناس كثير وايد منهم كمان. يصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف بتصلي ايش الفجر؟ الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة. مرات سبعة كمان. كسل. كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. محمد حزن. شوال. لا أدري. هذه قطعة. هذه أظن أنها تعجبك شيخنا. لا عمي و... ما مو أشي. لا لا قريب. قريب جدا. قريب. أنا بنسأل إن شاء الله. إذا هبت رياح وكثر تنام. هاي فيدي. صلى الله يغفر لنا ويرحمنا. بالنسبة لكسل النصف صلاة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت بس بصحى وبسمع. أما بصحاش لا. طيب ما هو أنا بصحى وسمع. كل من ذاك اليمين. صح هيك وهيك يعني صدقت يا شيخ. ليش ما بتجي الساعة الصبح؟ والله البلاد الصغار عندي البلاد بيقولون بيقولون في شي بعد الصراحة مو لحد يحكوا كل أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيقدروا معرفهم يقعدوا ساعتين ثلاثة يعني معرفهم وهذا السبب تأخر أنا ما في سبب ثاني؟ لا فكر لا في ظهر الحمام كذا فكر فكر طيب أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا إذن يجوز على التلفزيون يا شيخ أو من البنك العشر عشر ونص بنات نحن في التنال الطريق مشان يعترفوا لحالهم مشكوه ما هذا السلام عليكم عشر عوار عليكم السلام حرصا على دينك بلا شك طبعا والدين نصيحة هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد إذن شو سألنا نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة مش دائما مش دائما ليه كمان الأولاد بيشغلوك؟ لا صدع الولي الله أنا أقول لك كمان تصلي المغرب شفيت الحمد لله جزاك الله خير لك شيء شيخ نروح من دكاني مرات بكون على وضو طبعا مميز بتصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام مغرب روح البيت بفك وضو بتعشى وصون الجماعة بالاختصار أنا ما بيهمني التفاصيل بيهمني لا ما شفت كيف يعني بيهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد هم بكون أسبوع واحد تقصير فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادة وما خلقت الجن والإنس اللي يعبدون تعرف وبتحرف ليش ما أنا هلا بوصيك بوصية أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين لسه ما خلص كلامي أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع ثم كل صلاة
في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات، قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أن يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام. إذا تعيت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها 6 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهل النعسان وبيقضه، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. بهذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيه لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا، ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونصف على حسب طول الليل وخسره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ
لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت يتعشى لقمتين ثلاثة ولا يدخل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه، ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأنه هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، استعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي صاحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها للصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة، فلا يمكنه أبدا أن يصليها. يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله.